كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحبا، هذا أنا بليبي. واو، انظروا أين نحن اليوم. واو، إنه متجر مرتب. أصدقائي، مهلا لحظة، نحن في كلية أليغرو للفنون الاستعراضية في كين في واشنطن. رائع، أتعلمون أني أحب الرقص؟ واو، أجل. في هذا المكان يمكنكم أن ترقصوا في إحدى قاعاته. أيضاً يمكنكم أن تتعلموا دروساً عن الرقص. سيكون ذلك ممتعاً جداً. هيا بنا. هاي، مرحباً. أهلاً. ما اسمك؟ أنا اسمي إيميلي. وأنت ما اسمك؟ أنا بليبي، جئت من أجل الدرس. رائع، هذا يعني كثيراً من المرح. والآن ماذا سأفعل؟ إذن اتجه إلى غرفة التدريب وسأوافيك هناك، فأنا سأعطي درس الرقص اليوم. حسناً. مارس التمدد والإحماء. هيا لندخل ونمارس حركات الإحماء. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه، إنها تسمى قاعة دروس الرقص، حيث أنتم وأنا سنتعلم طريقة الرقص مع إيميلي. واو، شاهدوا هذه، إنها أرض ملساء كثيراً، أيضاً لامعة جداً. واو، انظروا، هذه، أجل، تسمى مرآة. واو، مرحباً. هاي، تحتوي قاعة الرقص على المرايا، وذلك لتشاهدوا أنفسكم في أثناء ممارسة التمرينات. أجل، واو، ولمراقبة الحركات. واثق بأني نجحت في هذا. حسناً، أتذكرون ما قالته إيميلي؟ إذن تمرينات التمدد وتمرينات الإحماء أيضاً، وهذا قبل أن تأتي وتبدأ بإعطائنا درس الرقص. هيا، ولكن أولاً يجب علينا خلع الحذاء. واو، واو، رائحة كريهة. والآن هيا بنا لنضعه هناك. والآن لنبدأ بتمرينات التمدد. إذن علينا أن نمدد عضلاتنا على أوسع قدر ممكن، حتى لا نؤذي أنفسنا. لذا أولاً سنتمدد إلى الأسفل. أترون كيف أفعلها؟ واو، أكاد ألمس أصابع قدمي. الآن علينا أن نمارس تمرينات الإحماء، أي أن نجعل أجسامنا تتحرك دائماً من مكان إلى آخر. يمكنكم الجري إذا أردتم. إذن ممارسة الجري أو حتى تمرين القرفصاء. واو، أو يمكنكم ممارسة بعض حركات الرقص أيضاً، وهذا ما أحب فعله. مرحباً، هل ترغب في الرقص؟ واو، مرحباً إيميلي. أجل، أنا أحب التعلم أيضاً، أحب الرقص كثيراً. لنبدأ. مذهل، هل أريك الرقصة أولاً؟ أجل، حسناً، سترين الرقصة أولاً وبعدها سنتعلمها معاً. واو، تبدو رقصة صعبة جداً، لكن لن تصعب علي. هل علمتني؟ بكل سرور. حسناً. في البداية علينا أن نكون قريبين من الأرض ونتخذ شكل الكرة، وأن تكون الركبتان ملتصقتين بهذا الوضع. اتفقنا؟ حسناً. أجل، ومن هنا عليك أن تعد أربع عدات. عدها في ذهنك، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ثم اتخذ حركة نجم كبير. بعدها اقفز وافتح ساقيك وارفع يديك إلى الأعلى. ونكمل عد أربعة أرقام، بداية من خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثم بعدها سوف تهز جسدك يميناً ويساراً ويداك مفتوحتان. سنبدأ من اليمين، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن سنتعلم ما يسمى بحركة عنقود العنب. مستعد؟ نعم. حسناً. لكن لا أرى العنب هنا. ركز معي، أتحدث عن حركة رقص. حسناً. ستضع يدك على خصرك وتخطو خطوة إلى الخارج بقدمك اليمنى، خطوة جانبية، ثم ترجع خطوة إلى الخلف بقدمك اليسرى، هكذا، وإلى الخارج ثانية،
ثم سنقفز معا ونصفق عند الرقم 4. هوب. وبعدها تخطو خطوة جانبية إلى اليسار. هيا اخطو خطوة جانبية. وضع قدمك اليمنى في الخلف. خطوة جانبية إلى اليسار ثم نصفق معا. جيد. ومن هنا سنفتح ذراعين بثبات إلى الأسفل على الجانبين، وبعدها سنخطو في كلا الجانبين. ستفتح ساقك اليسرى إلى الخارج فنفتحها معا ونغلق اليمنى معا. نفتح الساق اليمنى ونغلق اليسرى معا. نفتح الساق اليسرى ونغلق اليمنى. حسنا. نفتح اليمنى ونغلق اليسرى. وأخيرا ما عليك تعلمه أن تفتح ساقيك وتضع يديك على ركبتيك ثم تثب مرتين. هيا لنثب. 1 2 وبعدها صفق مرتين. 1 2 ولكن فلنكن مع إيقاع الموسيقى. حسنا. أجل. لنثب. 1 2 صفق. جيد. تحقق أن قدميك متباعدتان كي نبدو واثقين عندما نرقص. حسنا الثقة. هكذا تماما. تحقق أن القدمين متباعدتان متقاربتان. أكيد لا، بل علينا أن نجعل القدمين متباعدتين. أنا واثقة بأنك تريد أداء كل حركة على حدة. حسنا. وتذكر أنه يجب أن تعد في ذهنك حتى 8. أجل، انتهينا؟ انتهيت. واو. أجل هيا. تعلمت رقصة كاملة. أظن أنني مستعد. أهذا صحيح؟ أظن ذلك. حسنا، إذن فلتبدأ الموسيقى. واحد اثنان ثلاثة أربعة سيب. هز. عنقود العنب. خطوة. الورد. صفق. رائع، لقد نجحنا. كان ذلك مدهشا. أحسنتم، وأنت أيضا. شكرا لك بليبي. لا، بل شكرا لك على تعليمي أنا ولهم على رقصهم. أجل، بلا شك. هاي شاهدوها، إنها تؤدي رقصة أخرى. تعالوا. اسم الرقصة التي تؤديها إيميلي الجاز. تبدو رقصة جميلة. ما الجاز؟ إنه نمط من الموسيقى. شاهدوا هذا. رائع! أترون كيف ترقص إيميلي الآن؟ نعم، إنها ترقص الباليه. وهي تستعمل حامل الباليه المعدني. راقبوها. هذا جميل جدا. أعزائي، هذا النوع من الرقص أنيق. واو. واو. لقد قضيت وقتا ممتعا جدا بالرقص طول اليوم. وأنتم هل تحبون الرقص؟ أجل، أنا أحب الرقص لأنه طريقة رائعة حقاً لأجل تحرير الطاقة والتمرن أيضاً. أحب الأمور الصحية. لحظة، خطرت لي فكرة. لما لا أعلمكم رقصة جميلة وذلك حتى نرقص معاً؟ أليس ممتعاً؟ بلى. حسناً، إن الشيء الأول الذي يتعلق بالرقص الإيقاع. أجل، فكل صوت له إيقاع. إنه في الأصل إيقاع. إذن كل ما سأفعله الآن هو التصفيق. بعدها أنتم أيها الأصدقاء ستصفقون معي في الوقت نفسه. اتفقنا؟ هيا.
أحسنتم عملاً. أجل، أتلاحظون؟ هذا هو الإيقاع. رائع، نجحنا. أحسنتم. حسناً، والآن سنعيد الكرة معاً، ولكن مع تحريك القدمين بدقة مع الإيقاع. هيا، مستعدون؟ بدأنا. لنكمل. نجحنا. سرعة مضاعفة. أحسنتم عملاً. حسناً، الآن بعد أن فهمنا معنى الإيقاع وسرعته، صار في إمكاننا أن نتعلم الرقصة. إذن أولاً، لحظة، أترون المركبة؟ ما نوع هذه المركبة؟ أجل، إنها تسمى جرافة. سنرقص إذن مثل حركة الجرافة. أولاً سنضع أيدينا هكذا كمجرفة الجرافة. أرأيتم كيف وضعتها؟ نعم. حسناً، ثم عليكم تحريك أقدامكم وبعدها ترقصون هكذا مثل الجرافة. رأيتم؟ هيا بنا، نحن نشبه الجرافة شبهاً كبيراً. أنا أحب الجرافات حقاً. حسناً، هذه هي الحركة الأولى لرقصتنا. لننتقل إلى الحركة الثانية، وهي تقليد حركة حيوان الكنغر. لكن أرأيتم الكنغر من قبل؟ رائع، إنه حيوان جميل. حسناً، الشيء المميز الفريد في الكناغر قفزاتها العالية. والآن ضعوا أيديكم هكذا ثم اقفزوا إلى الأعلى. مذهل. أحسنتم، أنا واثق بأنكم تقفزون جيداً في المنزل. لننتقل إلى تعلم الحركة الثالثة من رقصتنا، وهي انظروا، إنه ديناصور صحيح؟ لكن ما نوع هذا الديناصور؟ أجل، تيرانوسور. أحسنتم. حسناً، إذن الشيء المضحك في تيرانوسور أن يديه قصيرتان جداً. نعم، كهاتين. لكنه في الحقيقة شرس جداً، لذا سنقلد شراسته. حسناً، علينا أن نضبط كل تلك الحركات على الإيقاع وسرعته، وعليكم أن تمثلوا كأنكم تيرانوسور. حسناً، هناك ثلاث حركات راقصة، لكن الآن أتذكرون؟ نحتاج إلى الإيقاع وسرعته أيضاً، لذا فلتبدأ الموسيقى. الحركة الأولى؟ نعم، رقصة الجرافة. أحسنتم عملاً. أجرف التراب. واو، كان ذلك جيداً. أنا فخور بكم، لقد كانت رقصة جرافة رائعة جداً. حسناً، والآن لننتقل إلى الحركة الراقصة الثانية. أتذكرونها؟ تقليد حيوان يقفز عالياً جداً. نعم، إنه الكنغر. مستعدون؟ واو، إن الكناغر رائعة حقاً، لأنها تستطيع القفز عالياً. شاهدوني. حسناً، لننتقل إلى الحركة الثالثة، تيرانوسور. مستعدون؟ واو 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 واو.
وأنا متعب كثيراً. هل رأيتم ذلك؟ أجل، لقد كان أداء حركات الرقص اليوم ممتعاً كثيراً في كلية أليجرو للفنون الاستعراضية في كينت في واشنطن. واو، أنا أحب الرقص كثيراً. أصدقائي، إن كنتم قريبين من هنا فباستطاعتكم زيارة هذه الكلية وأداء حركات الرقص التي مارستها اليوم. واو، كان ذلك رائعاً. أيضاً، إذا كان بقربكم مركز للفنون المسرحية يمكنكم تعلم الرقص فيه. أجل، يمكنكم تعلم رقصات كثيرة مثل الجاز أو الرقص النقري أو الباليه. واو، أو رقص الأيروبيك. إنه يشعرنا بالمرح. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أي يمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I P-P-I بليبي. أحسنتم، والآن سأذهب لأخذ قيلولة في المنزل، فأنا متعب.